السريه اللي هي تبع 2002 2003 والسريه الاخرى من 2005 2006 نسترجع شوي الذكريات. هيدي بفؤاد شهاب ما هيك؟ مزبوط هيدي فؤاد شهاب 2002 هيدي لبنانيه لعبنا هيدي بلشت من الفاينل 6 اول ماتش بسبب الحرب بالمنطقه انسحبوا الاجانب وهون عم نشوف بول خوري وجو منصور كان عم يلعب كمان مع نادي الرياضي شنطف بيستلم من الخطيب وبيسدد عن ثلاثة واي اي 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 هيدا المشنطف محمد حنتس يلي بيخترق بيسدد وبيسجل موفق ولكن مروان الحج روعة مرة كان عم يدافع عليه هون ياسر هلا صار عم يلعب مصارع مروان عم تشوف الجمهور الكبير وقتها كان عم يتابع المباراة وهي ثلاثة تاني كمان هون تمريره من بدر مكي لمروان الحاج اللي عم يتمكن انه يسجل ولاحظ هون الي قد ايه كنت محمص انا بحبه لمروان هيدي سله لياسر الحاج وهون صار اكيد كان صار الاشكال من بعدها بتروق الاجواء واكيد المباراه بتنتهي الحكمه هون عم شوف كمان وليد دمياطي واحتفال هون لفريق الحكمه يلي كان عم يخلص السيري 3-2 ان شاء الله اكيد ما ترجع رح نحكي عن هالشي بس خلينا نتابع السيري الاخرى هون اكيد كابتن فريق الحكمه قليب شنتف عم يستلم الكاس البطوله كمان فهد الخطيب بيحمل الكاس هيدا اذا بسنة 2002-2003 برأيكم ممكن انه سيري حكم رياضي حاليا يصير فيها نفس المشاكل اللي كنتوا تواجهوها سابقا؟ ما بتصور لا بده يصير فيه مشاكل بالنهاية يعني الاتحاد مفروض يكون صارم والقوى الامنية وفينال مثل هذا لازم يتكفى يعني بيصير وين ما كان مشاكل مش بس حكم رياضي او باي بلد اكيد على احنا عم نركز حكم رياضي بس حكم رياضي يعني يتكفى يعني ياسر شو رايك يعني ما مش مفروض يصير في مشاكل الفريقين يعني عم بيحطوا بادجت كتير كبير ليوصلوا يلعبوا مليونين ونص يعني ايه يعني هيدي الارقام عن جد خياليه خيالية يعني. عم تصير ما بتصور اذا دارت الفينال بطريقه مزبوطه اي من الفريقين راح يقبل خساره بالعكس الفريقين راح يقبلوا الخساره وخلي الاحسن يربح طبعا لانه بالنهايه الباسكتبول صار لفتره يعني رجع لورا هلا يمكن السنه رجعت تقدمت وعندك مستوى الفرق خمسه فرق كانوا عم يتنافسوا بالرغم من انه مثلا الدمي فينال خلصت 3-0 مزبوط بس رجعت اكيد طلعت والمشاكل اللي مرقنا فيها التوقيف الدولي فهذا كله بياثر بس ان شاء الله اكيد توصل لبر الامان وتخلص البطوله واللي احسن يربح دائما لنخلق بالانس بتعرف كثير دقيقه حكمه رياضي 2002 2003 ربح الحكمه رح نشوف مشاهد من 2005 2006 لما الرياضي وقتها ربح البطوله على فريق الحكمه وبعد ما خلص السيري 3-0 هون عم تشوف جو فوغل اكيد يلي كمان عمل موسم كبير جدا هالسنة مع نادي هومنتمن كمان تسديدات وفريق الحكمة اللي هون بلش كان متقدم بالمباراة هيدي المباراة كان ب 19 حزيران 2006 الرياضي ببلش يقلص الفارق وهيدي هون معادلة الأرقام على النقطة 24 بسجل جيرالد بورد علي محمود بيحترق بورد كمان بالتشكيله فريق الرياضي كان متقدم 2-0 والمباراه الثالثه ما راح يتاخر لحتى يفوز فيها 3-0 ويخلص السيري ويضمن فوزه بلقب بطوله لبنان لكره السله وبالفعل كالفن وورنر هون عم يستفيد من تمريره علي محمود وتسديده كمان ناجحه لصالح فريق الرياضي يلي عم يوسع الفارق بشكل كثير كبير بنهايه المباراه ويفوز بالجيم نتيجه هون 178 والثواني الاخيره وفريق الرياضي بطل لبنان بيلعب الثواني الاخيره والمباراه عم تنتهي الرياضي بطل لبنان لموسم 2005 2006 ومرقوا كمان مطبات كثيره بتمنى لكرة السلة اللبنانية تتطور أكثر وأكثر